استعدادا للدخول المدرسي المبرمج يوم احد المقبل، قمنا بزياره عمل خفيفه لبعض النقاط لبعض المشاريع اللي تتعلق بملف الدخول المدرسي، اقسام توسعيه، مجمعات مدرسيه جديده، وان شاء الله متاكدين باللي الدخول سوف يتم في ظروف جد حسنه. قمنا باستلام 8 اقسام توسعيه للطور المتوسط و19 قسم توسعي للطور الابتدائي، وكذلك 8 مطاعم مدرسيه التي سوف تشهد يوم الدخول ان شاء الله تقديم الوجبه الساخنه ابتداء من اليوم الاول للدخول المدرسي. كذلك استلمنا مجمعين مدرسيين، مجمع مدرسي بمنطقه الروبا ومجمع مدرسي بسيدي خالد، وكذلك هناك متوسطه جديده براس الميعاد، كذلك افتتحنا ملحقه تابعه لمتوسطه الملك بن نبي الشعيبه.